امشي يا راس. وي محمد علي. هاي يا راس. أسامة الحدادي. أسامة مبروك ساعة انتصار كبير برشا للمنتخب الوطني التونسي. شنو اللي عمل الفارق في ماتش اليوم؟ والله كنا هايبر موتيفي الحقيقة، كنا هايبر موتيفي سيرتو حكينا مع بعضنا، شفتوا انتم معنا لي كونديسيون اللي عايشين فيهم. بلادنا مستحق الفرحة، الشعب التونسي مستحق الفرحة هذيا. نحب نقول لهم حاجة بركة، إن شاء الله الفيكتور هذه تقربنا لبعضنا، نزيدوا نحبوا بعضنا أكثر ونزيدوا ندزوا مع بعضنا باش نمشيو في 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 باركور باهي وباركور كبير، وإن شاء الله نفرحوهم. إن شاء الله أحسن حاجة أنه نحن كي نشوفوا جمهور التونسي فرحان ويبعث لنا كالميساجات تاع الفرحة. أسامة، أنت من اللاعبين اللي تعديت بالإكسبيريونس نتاع الكوفيد، كيفاش عشتوها البريود هذيك؟ الحقيقة معناها صعيبة برشا باش تلعب ماتش في نيفو عالي وما تترينيش بوندون 8 جور ولا 7 جور ما تترينيش، دونك تخرج من العظم تخرج من القلب. وذاك اللي صار، معناها ليكيب ناسيونال مستحقت لك اليوم، يلزمك تكون بري 100% مهما كانت لي كونديسيون. يعطيك الصحة أسامة. رازي لحظات وتو ناخذوا معنا سيف الدين الجزيري. مازال تحط الميكرو محمد علي، أنا معك نقعدوا معك أنت. حط الميكرو من بعد اسال كي العاده. لا مثال تو يجيو ناخذوا وحدنا. مثال تو ناخذوا وحدنا. تاخذ وحدك ساي. باهي. مثال اسمع، خليه صور من الملعب، خليه صور من الملعب. كان ينجم طبعا محمد علي الكاميرا مان ياخذ لنا شويه الاجواء نتاع الملاعبيه نتاع ايوه. هذا سيف الدين الجزيري قاعد يصرح لعب ماتش كبير اليوم. سيف الدين الجزيري زاد كله امين. كما قلت قاعد في نسق تصاعدي، قاعد ياخذ في ثقه في روحه. راهو بتتر الناس تشوف في بعض الاوقات اللي يحكموا على المهاجم بالاهداف، لكن في ثم خدمه اخرى في فور اللي يعمل معنا سيف. سيف مبروك، انتصار كبير اليوم للمنتخب الوطني التونسي، وانتصار متاع برشا قلايب. نشوف فيك فتيران في اخر الماتش، في الاخر معناتها على الاخر من العظام تجب. يا ولدي ما عندنا حتى ادنى ربعهم زي هذه بلادنا نلعبوا على الوطن نتاعنا، ما عندنا حتى ادنى ربعهم زي الحاجه اللي تقلق اللي هي الناس تشكك في وطنيتنا وفي حبنا للانتصار. احنا جاوبناهم اليوم سور تيرا، وقد ما يزيدوا يمسونا قد ما نحن نزيدوا نخوه. صيف البارح بصراحه خرج برشا كلام، اجواء ماهيش باهيه في مقر اقامه المنتخب، ملاعبيه تعاركت مع بعضها، شنو هو الصحيح من الغال؟ اي اللي قال تعارك، وشكون اللي تعارك؟ ما يسالش يخرجوا بالاسم شكون تعارك؟ هذوما يفكروني كيما القناصه اللي خرجوا في 14 جنب. وخيانا نعيشوا مع بعضنا، نحبوا بعضنا. حتى باش نحكي توا على الكا اللي صارت ما بيني وبين حنا بال خويا صغير، وما صار حتى شيء وما صار حتى موضوع، وخيانا نعيشوا مع بعضنا وباذن الله ان شاء الله نكملوا نوصلوا لبعيد باذن الله. ياسر محليهم، شو معناها الحديدي يقول لك بلادنا مستحق الفرحة، الشعب التونسي مستحق الفرحة، سيف الجزيري يقول لك معناها حابين الظاهر وثم عبيد شكت في الوطنية نتاعنا، احنا لعبنا من أجل البلاد وحابين نوريه معناها اللي احنا نلعبوا بالوطنية ونلعبوا بالقلب ونلعبوا بكل شيء. هاو رجل المباراة يوسف المساكني طبعا، ألف برافو ليه اليوم حقيقة. يوسف عمل كل شيء. ما تعطيك كان البلوس، أما اللي يوجعك هو تجريح، فهمت؟ احنا أكبر من الشيء هذايا، ما نجموش نرجعوا على العباد بالخايب، يقعدوا توانسة، رجعوا سورتيرا، وإن شاء الله يا ربي يد واحدة الناس الكل. ونمشيو لبعيد ان شاء الله. يوسف اليوم جاوبتوا سور تيران، وسانسيرمون انت عندك مده قاعد تجاوب، من اكثر الملاعبيه يمكن في الوقت من الاوقات تعرضت للنقد، ومن اكثر الملاعبيه اللي قاعد تعطي للمنتخب، وفي كل مباراه حاسمه كيما هكا نلقاوك موجود ونلقاوك حاضر. الحمد لله، واحد راهو ما نتصورش كان يبخل على المنتخب بقطره عرق.
معناها واحد كيابط للتيران يحب يفرح العباد يحب يفرح الشعب التونسي. شو نقول لك، واحد يخدم على روحه وان شاء الله الانتقادات هذه واحد يزيد قوي ينقص شويه من التجريح هكا، ورانا توانسه ورانا نحبوكم وان شاء الله واحد كما قلت يكمل في البرفورمانس هذيا وان شاء الله ديما يعطي المنتخب التونسي. وكان واحد يحس روحه ما عادش ينجم يعطي راهو ما تصورش باش يكون موجود في المنتخب التونسي. اليوم ان شاء الله يا ربي نسترجعوا اصحابنا من الكوفيد وتكون عندنا جروب كالعاده سوليدير ورانا مستحقين للناس الكل للجوارات اسالوا على هدف محمد علي ويرجع لنا سي منظر ومستحقين للشعب التونسي كالعاده يكون في ظهرنا. احنا جنود الوطن وان شاء الله يا ربي يكونوا في ظهرنا، رانا محتاجينكم. البونتو، البونتو يوسف احكي لي على البونتو. والله البونتو ملي كانت توش قعدت نعيط للدراجر من غادي باش يغزر لي شافني عطاه التوش وخذاها وديريكت مدالي شي تان كونترا. اقعدوا معايا رازي بالنسبه ليوسف